السلام عليكم مشاهدين القناة، مرحبا بكم. فيديو جديد، روتين جديد، نهار جديد. صباحكم مبروك، تصبحوا تربحوا في كل حركة بركة. كديرين البنات؟ لاباس عليكم، كلشي بخير، أموركم هانية؟ كديرين مع الأجواء ديال البراد؟ كاينة شي شتيوة عندكم؟ إيوا الحمد لله، الله يرحمنا يا رب العالمين. مرحبا بكم، فيديو جديد، نهار جديد، روتين جديد، شيوة جديدة إن شاء الله. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، غادي نشارك معكم روتين جديد ان شاء الله. دابا يلا وجدت القهوه ديالي مع شويه ديال الحليوه، هذا هو فطوري. صباحكم مبروك، غادي نفطر ان شاء الله ومن بعد غادي نشارك معكم روتين جديد ان شاء الله. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ولا عجبكم بارتاجيوه مع العائله والاصدقاء فضلا عن الامر. شجعني بلايك والاشتراك، الله يوفق الجميع، جزاكم الله خير على كلامكم، التعاليق الرائعه ديالكم باش كتفرحيني دائما، الله يفرحكم كما كتفرحوني، واللي كيتمنى شي حاجه الله يحققها ليه يا رب العالمين. ومرحبا وسهلا بالناس الجداد، تنقول لكم الف مرحبا. قناتكم كنتمنى تكون دائما عند حسن الظن ديالكم، تستفدوا منها ان شاء الله بكل ما هو افيد واجود واحسن. غادي نبدا الروتين ديالي على بركه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله عليه الف صلوات. مرحبا بكم، نهار جديد ان شاء الله، اول لفيديو في 2021. كنتمنى يعجبكم، وسنه سعيده للجميع، الله يدخلها عليكم بالصحه والسلامه يا رب العالمين. يا رب اجعل هذه السنه ان شاء الله سنه خير والافراح والمسرات يا رب العالمين. نبداو الروتين ديالنا على بركه الله. البنات هنايا غادي ناخذ الزيتون، غادي نديرو في هاد الطاسات ديال الزاج بعد ما نقيتهم. غندير فيهم الزيتون كما كتشوفوا معايا، الخضار والزيتون اسود والاخر ديال الحوت، كيعجبني انا هكا نجيب الزيتون كنحطو هكا زوين، كيجي رائع في طبخات هكا، في الطاجين، في البيتزا، في كل شيء. كما كتشوفوا معايا دابا راه درت وحده، ومن بعد غادي نشارك معكم الغديوه ديالنا متنوعه بالخضار ديال الموسم ديال البرد ان شاء الله. الشيوات زوينين وسهلين، كنتمنى تكملوا معايا الفيديو حتى الاخر، وشكرا لكم، فرجه ممتعه.
ونبداو على بركة الله نوجدو الغديوة ديالنا. كما كتشوفوا معايا هنا حطيت لدند، شوية ديال لدند ولي زيبيناغ، وهنا حطيت البطاطا الحلوة، خيزو، الشوفلة، فلفلة خضراء، والبطاطا الأخرى العادية، والكورجيت. هاد الخضر كلهم غادي نستعملهم، غنوجد بهم الشليضات ديال البرد سخونين، والكغاتان ان شاء الله بالشوفلة اللي كيجي رائع ولذيذ، كنتمنى يعجبكم. والبطاطا الحلوة غادي نديرها في الفران مع الزعتر، كتجي رائعة لذيذة. وهاد البطاطا العادية حتى هي غادي نديرها مع الشوفلة، وغنقلي منها شوية الوليدات بالطريقة اللي فايت لي شاركت معكم، باش كتجي البطاطا مقرمشة وزوينة، كتكون حسن من ديال المطاعم. غنشارك معكم السر باش كتجي حسن من ديال المطاعم، كتجي مقرمشة. فايت لي شاركتو معكم مع الطريقة في الفيديو السابق في القناة، وتجربوها، الطريقة سهلة وكتجي رائعة. هنايا بديت على بركة الله، خديت الشوفلة هي الأولى، نقيتها مع جوج حبات ديال البطاطا، درتهم يتسلقوا. شوفوا معايا البنات ولدي شنو دار ليا لهاد الطبلة، شتو اللي شاركت معكم في الفيديو السابق ملي درت ليها هاد الورق اللاصق. خاصني ناخد شي واحد اخر ان شاء الله نديرو لهاد الحيط حتى هو. ونيت نبدل شويه اللون، انا دائما عزيز عليا نبدل هكا مره في المطبخ. والحمد لله بعد ما درت الشوفلة تسلق مع البطاطا، هنايا وجدت البطاطا الحلوه درتها في اللاطة بعد ما سخنتها. غنرش عليها شويه ديال الزعتر، شويه المليحه، شويه البزار، وبطبيعة الحال زيت الزيتون، وغندخلها للفران. كتجي رائعه، المذاق كيجي لذيذ. جربوا هذه الطريقه البنات، البطاطا الحلوه كتجي زوينه. بعد ما درتها في اللاطة غندخلها دابا للفران. وهنايا كنوجد البطاطا اللي غادي نقلي، غادي نقطعها بهذا القطعه باش كنسربي. كنحاول انني نربح الوقت، كل حاجه كنديرها كندير الاخرى، كندير اللي غادي تشد ليا الوقت هي الاولى. دابا راني دخلت البطاطا الحلوه للفران باش تبليا بموجه الكغاتان ديال الشوفله، باش حتى هو غنطيبو في الفران. وفي هاد الاثناء فاش كنتسنى يطيبو، غادي نوجد البطاطا المقليه غنديرها طيب. دابا كنقطع في البطاطا، وحاطه الزيت كتسخن على نار مهيله. بعد ما قطعت البطاطا دغيا بهاد القطعه اللي كتعاوننا شويه، غندير ليها الماء طايب. هذا هو السر باش كتجي لينا البطاطا مقرمشه. البنات جربوا هاد السر، هو اللي كيخلي البطاطا مقرمشه وكتجي رائعه وطيبه وحميمره ولذيذه في نفس الوقت. دابا بعد ما درتها في الماء طايب، كنديرها في هاد الشبيكه باش تسقطر مزيان من الماء والزيت سخونه. وفي هاد الاثناء فاش كتقلى البطاطا، هنا غنوجد الكغاتان. بعد ما طيبت الشوفلة بعد ما تسلقات في الماء هي والبطاطا، هنا درت شويه ديال البصله، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الزيت الروميه. الشوفلة والبطاطا راهم متسقطرين مزيان من الماء. دابا غادي نشحرهم في هاد البصله. Thank you.
وبعد ما كتشحر البطاطا والشوفله، هنا وجدت المقيله هكا عاديه ديال المسمن، دهنتها بشويه ديال الزبده. دابا غادي نقادو هكا بهذه الطريقه، وغنزوقو بالفرشه هكا من الفوق، وغندخلو الفران حتى يتحمر مزيان. ولكن قبل كنحطوه على الفرن هو الاول حتى كيتحمر لينا في التحت باش كيسربي. اما الا عندنا الوقت هكا كندخلوه الفران كيتحمر من التحت ومن الفوق. انا دابا يا ما عنديش الوقت، غادي نديرو فوق الفرن حتى يتحمر شويه هكا من التحت، وغندخلو الفران يتحمر من الفوق دغيا وغنخرجو. بهذه الطريقه كنربحو الوقت الا كنا زربانين. كنزوقو بهذه الطريقه بالفرشيط من الفوق وغندخلو الفران. وكيجي الكغاتان ديالي على هذا الشكل. دابا غادي ندخلو الفران باش يتحمر من الفوق، والبطاطا الحلوه والمقليه ها هما واجدين. وفي هاد الاثناء فاش دخلت الكغاتان الفران يطيب، غادي نوجد الشليضه السخونه وصحيه اللي فايت لي شاركت معكم مع عصير شتوي في الفيديو السابق. كنتمنى تشوفوه، الفيديو غيعجبكم ان شاء الله. هنايا غادي نبدا على بركه الله، غنوجد الشليضه ديالي بالخضر كما قلت لكم متنوعه ديال الموسم، ديال البرد اللي كتدفي الجسم بحال مثلا السبناخ اللي درت معاه شويه ديال خيزو حكيته في الحكاكه، والكرجيت حتى هي حكيتها في الحكاكه مع شويه ديال البصله مشلضه، شويه الملح، شويه البزار، شويه ديال الخرقوم، مع شويه ديال الزيت الروميه. غادي نشحرهم مزيان وغنضيف البطاطا، غنقطعها مربعات صغيرين وغنغطي عليه على النار مهيله كيطيب بلا ما، كيجي رائع. وبطبيعه الحال رشيت شويه ديال الزعتر، شويه ديال الثومه باش هكا كيعطيو النسمه لهاد الخضر كلهم. غنغطي عليهم حتى يطيبوا مزيان، ما كياخدوش الوقت بزاف دغيا كيوجدوا، ولكن البنات على النار مهيله بدون ماء كتجي المذاق كيجي رائع لذيذ تبارك الله ما شاء الله. وهاد الشليضه كتكال سخونه. ودابا غادي نشرم لاداند اللي شفتو معايا خرجته في المجمد، درت له شويه ديال الماء باش يطلق. دابا راه قطعته غادي نشرملو. هنايا درت شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الملح، شويه ديال البزار، شويه ديال الثومه وسكنجبير. غادي نشرمل فيهم لاداند مزيان، شويه ديال الزيت، وغادي نقليه في شويه ديال الزيت غندهن بها المقلة، وغتكون ان شاء الله الشاورما لذيذة ورائعة. كنقليه بهذه الطريقة مع شوية ديال الزيت الرومية غير باش ما يتلصق ليش في المقلة. الا كانت عندكم المقيلة اللي ما كتلصقش ما تديروش الزيت نهائيا، كيجي لذيذ. هذه هي الشاورما اللي شاركت معكم ديال لاداند، كتجي لذيذة تبارك الله ما شاء الله. وهذا هو الكغاتان ديال الشوفله والبطاطا، جا رائع تبارك الله ما شاء الله كما كتشوفوا معايا، لا في المنظر ولا في المذاق، جا زوين تبارك الله ما شاء الله. هذه هي غديوتنا، والشلاضه هي وجده ديال الخضر متنوعه سخونه اللي كتدفي الجسم في هذا البرد. هادو هما الشليضات ديال البرد اللي وجدت معكم، والبطاطا الحلوه حتى هي سخونه زوينه كتجي لذيذه في الفران مع زيت الزيتون والزعتر، شويه البزار وشويه ديال المليحه.
الشاورما ديالي ها هي واجده، والبطاطا المقليه المقرمشه حتى هي واجده تبارك الله ما شاء الله. هذه هي غديوتنا. البطاطا خليتها في اللاطه ديالها باش تبقى سخونه، والشلاضه حتى هي في المقيله باش تبقى شاده السخونيه، والغراتان حتى هو في المقيله ديالو باش يبقى شاد السخونيه. ما بيتش نديرهم في الطباسل مع هاد البرد دغيا كيبردوا. هاد الشليضات هادو كيتكالوا هكا سخونين ديال البرد. كنتمنى يعجبكم وتعجبكم الطريقه، وكنتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم. هذه هي الغديوه ديالنا البنات اللي شاركت معكم. كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، و الا عجبكم بارطاجيوه مع العائله والاصدقاء. فضلا ليس امر، شكرا لكم، شجعوني بلايك والاشتراك وبارطاجيو هاد القناه ان شاء الله باش توصل حتى هي. شكرا لكم، جعلها الله في ميزان حسناتكم، والله يوفق الجميع اللي كيتمنى شي حاجه الله يحققها ليه. شكرا لكم على المشاهده وعلى كلامكم الزوين باش كتفرحوني دائما. شكرا لكم، الله يجزيكم بخير. الى اللقاء في الفيديو المقبل، شي وجه جديد، روتين جديد، فلوق جديد ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم. السلام عليكم.